متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. شهدت مدينة وهران حفل اختتام الطبعة 12 لمهرجان الراي، والذي كان تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون. الحفل كان من تقديم محمد خساني، والشابة زهوانية قد خطفت الأنظار في هذه السهرة. قد رحب بضيوف الحفل من الحدلي، بلال صغير، وكادير جابوني. هذا هو الفنان وهران. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.